تميزت النهضة المباركة التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله سراه بأنها تنمية حقيقة شاملة وتهم المواطن العماني أينما وجد، ولكن حقيقة كان اهتمامه بالتعليم سواء التعليم العام والتعليم العالي كان اهتمام كبير، كونه التعليم هو الأساس الذي ممكن أن يبنى عليه التطور والتنمية في باقي القطاعات. السلطنة كانت في بدايات النهضة المباركة حقيقة تواجه تحدي كبير وهو شح في المهارات والشح في المعارف والمتعلمين بشكل عام، فكان هذا التحدي يشكل هاجس بشكل كبير لبدايات حكم السلطان قابوس رحمه الله. فكان بدأ ما أول ما بدأ بالتعليم العام في كل ربوع السلطنة، وبالفعل تم افتتاح الكثير من المدارس وأصدر حينها قرارا بأن يكون التعليم تعليما إلزاميا لكافة المواطنين، وأيضا أن يحقق العدالة بحيث ينضم لهذا التعليم الذكور والإناث، وأصبحت أيضا المرأة منذ البداية حقيقة تجد فرصتها الكاملة في التعليم. بعد مرور عقد من الزمان كانت هناك حاجة ماسة للبدء في برامج التعليم العالي، فكانت هناك أوامر واضحة من قبل السلطان قابوس طيب الله ثراه بأن تنشأ أول جامعة وطنية في الدولة. هذا الكلام كان في عام 1980 عندما صدرت أوامره بتشكيل لجنة للتخطيط لهذا الموضوع، وهو ما تم بالفعل. بعدها بثلاث سنوات بدأ فعليا بناء جامعة السلطان قابوس، وفي عام 1986 افتتحت الجامعة. ومنذ ذلك الوقت حقيقة شكلت ركيزة مهمة من ركائز النهضة المباركة، كونها المؤسسة المعنية بتأهيل العمانيين في كافة التخصصات، وهي المؤسسة الأبرز في رفض سوق العمل بالمهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل مع التطورات التي حقيقة استجابت لها الجامعة ونمت مع مرور الوقت وتطورت برامجها المختلفة. البداية حقيقة كانت بخمس كليات علمية، هذه الكليات في بداية يعني قبولها للطلبة بدأت ب500 طالب وطالبة، وكانت في حينها الجامعة تعتمد بشكل كبير على كفاءات من المدرسين والمحاضرين من داخل الدولة وخارجها، والحمد لله اليوم نحن نشهد حقيقة مدينة تعليمية متكاملة، وهي الصرح الذي أسسه المغفور له صاحب الجلالة. وهذه المدينة حقيقة نمت بشكل كبير وأصبحت تقدم خدمات للمجتمع، وتقدم أيضا تعتبر هي مركزا بحثيا في السلطنة. واليوم الحمد لله هذا الدور الذي تقوم به يتعاظم ويتعزز مع مرور الوقت. جامعة السلطان قابوس يوجد بها اليوم أكثر من 65 برنامج بكالوريوس، و
توجد فيها أيضا عدد كبير جدا جدا من برامج الدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه. هذه البرامج كلها حقيقة تستجيب لمتطلبات التنمية المختلفة، سواء كان التأهيل على مستوى العمل في سوق العمل والشركات والقطاع الخاص والعمل الحكومي أيضا، أو تستجيب أيضا لمتطلبات النهضة في تأهيل أيضا قيادات وتأهيل أيضا باحثين يمكن أن يساهموا بشكل كبير في تقديم استشارات في مختلف التخصصات. ما أريد أن أقوله أنه حقيقة منذ البداية كانت الرؤية واسعة جدا بأن تنطلق في الجامعة كليات علمية وكليات إنسانية تحاول أن تغطي كافة احتياجات الدولة في البداية. هذا الأمر الحمد لله يعني على مدار 34 سنة الآن منذ افتتاح جامعة السلطان قابوس شكل القاعدة الأبرز على مستوى الدولة. اليوم نحن لما نشوف مخرجات السلطنة ولما نرى أيضا قيادات اللي تتبوأ حقيقة يعني في مستويات القيادة في الدولة، هي حقيقة كفاءات وقيادات كانت بشكل أو بآخر تنتمي إلى جامعة السلطان قابوس. اليوم أيضا هناك حقيقة خدمات كبيرة تقدمها جامعة السلطان قابوس عن طريق المراكز البحثية. هذه المراكز تقدم يعني دراسات استشارية في مجالات متعددة، أيضا توجد لدينا مراكز خاصة بخدمة المجتمع، ولدينا أيضا مركز خدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس. هذا المركز حقيقة يقدم ورش علمية وبرامج تدريب لكافة أيضا المنتسبين للوحدات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة. إذن نحن أمام حقيقة كيان ليس فقط لغرض التعليم وتخريج الطلبة، وإنما هو مؤسسة أصبحت متكاملة تدرس وأيضا تهتم بتنمية وتأهيل القيادات في الدولة، تقديم استشارات بحثية، تقديم خدمات مجتمعية مباشرة. واليوم أيضا هي حقيقة تتعاون مع مؤسسات خارج الدولة. هذه المؤسسات تربطنا علاقات كبيرة معهم، هناك شراكات بحثية، هناك شراكات في أيضا فيما يتعلق بتأهيل الكفاءات. نستقبل وفود من تلك الجامعات ونرسل أيضا طلبة لأيضا الدراسة خارج عمان لاكتساب مهارات قد تكون والتعايش مع بيئات مختلفة. أيضا هناك نقطة حقيقة لابد أن نذكرها، أن الجامعة على مدار العقود الماضية وقعت اتفاقيات كثيرة سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى الدولي. هذه الاتفاقيات هي حقيقة تفاعل مباشر من قبل الجامعة في التعاطي مع الكثير من القضايا، وأيضا أن تكون أيضا موجودة في الكثير من البرامج وتقدم استشاراتها وتقدم أيضا كفاءاتها حتى تساهم أيضا في مختلف القطاعات سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإقليمي والدول. أنا أعتقد أنه الحكومة نجحت في أنها فيما يتعلق بالمرأة وانخراطها في مجال التعليم والعمل، يعني استخدمت بشكل كبير القوة الناعمة في التعاطي مع المجتمع، على اعتبار أن هناك أعراف وهناك عادات وتقاليد كانت تتعلق بهذا الموضوع. فكان الأساس الذي تعاملت معه الحكومة مع المواطن هو الوعي، كانت تراهن على رفع وعي المجتمع في أن يكون للمرأة دور كبير في التنمية
وأن تكون جزء لا يتجزأ من النهضة التي أرسى قواعدها صاحب الجلالة رحمه الله. ومن خلال هذا الوعي أو هذه البرامج التي نشطت فيها الحكومة في ذلك الوقت، كان هناك تجاوب حقيقة من المجتمع، وإن كان هذا التجاوب حقيقة احتاج إلى وقت، واحتاج إلى أنه يعني يمر بعدة مراحل. عندما افتتحت الجامعة في عام 1986 كان واضحا التوجه منذ البداية أن تكون للمرأة العمانية نفس الفرصة المتاحة للذكور العمانيين الذين كلهم يطمحون لنيل فرصتهم في التعليم. فكانت المرأة العمانية حاضرة من أول دفعة انتمت إلى جامعة السلطان قابوس، وكان لها دور كبير حقيقة، ليس فقط في مجال يعني التدريس، وإنما كانت أيضا كانت جزء من السلك الأكاديمي، كانت جزء أيضا من العاملين في المجالات الإدارية والفنية في الجامعة. أنا أعتقد أنه جامعة السلطان قابوس على يعني مر العقود الماضية لعبت دور كبير جدا جدا في إرساء دور المرأة في المجتمع من خلال الدفعات التي خرجتها جامعة السلطان قابوس، والتي كانت حقيقة كما قلت أنه المرأة العمانية والسيدة العمانية جزء من 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 مخرجات الجامعة، ووجدت فرصتها في سوق العمل، وجدت فرصتها أيضا حقيقة في أنها تكون من ضمن القيادات على مستوى الدولة. فهذا الأمر ترسخ حقيقة مع مرور الوقت، واليوم الحمد لله تجد أن المرأة حاضرة في كل المجالات، وهي حاضرة حقيقة بما تمتلكه من معرفة ومن مهارات، تستطيع إن شاء يعني تستطيع من خلال هذه المعارف ومن خلال هذه المهارات أن تساهم بشكل مستمر في التنمية المستدامة. شهدت المكتبة تطورات كبيرة، وأصبحت أيضا اليوم تشترك في قواعد بيانات عالمية وضخمة تدعم الدارسين وتدعم الباحثين العمانيين، وأيضا هذه المصادر تتميز حقيقة بالجودة، وتتميز أيضا بالحداثة وبإمكان الدخول إليها عبر المنصات الإلكترونية. المكتبة حقيقة لديها نظام بأن تقدم خدماتها لكافة حقيقة الدارسين ولكافة أفراد المجتمع العماني، وليست مقتصرة فقط للمنتسبين لجامعة السلطان قابوس. أيضا حقيقة المكون الآخر في المركز الثقافي هو مركز الدراسات العمانية، وهذا المركز حقيقة اليوم يلعب دور كبير جدا جدا في محاولة قراءة قضايا المجتمع، الاهتمام ببعض القطاعات كقطاع مثلا التاريخ، جمع الكتاب العماني في 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 مكان واحد، وأيضا حقيقة هو له جهد كبير في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بعمان. المسرح الكبير الذي أيضا هو مكون رئيسي من مكونات المركز الثقافي يتميز بأنه متعدد الأغراض، ويتميز أيضا أنه حقيقة من الضخامة بمكان بحيث بإمكانه أن يستوعب أكثر من 4000 يعني من الحضور، واليوم يعد هو الأكبر على مستوى السلطنة من حيث أنه يعتبر مسرحا مغلقا، ويتميز ب تطور كبير من حيث يعني التقنيات الموجودة فيه، والمنصة أيضا الموجودة في هذا المسرح. فاليوم الحمد لله نجد أن أنفسنا أمام مركز ثقافي متكامل
كان منذ البداية بني على وجهة نظر واضحة واستراتيجية ثقافية وتعليمية واضحة، وبالتالي أصبح يلعب أدباره في مختلف الاتجاهات. في عام 2000 تشرفت الجامعة حقيقة بزيارة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وباني حقيقة نهضة عمان، وأيضا الذي حقيقة كان له أيضا الدور الأكبر في الإيمان بقدرات المواطن العماني، وأيضا نحن كنا حقيقة في ذلك الوقت نترقب بشكل كبير هذه الزيارة، وكنت حقيقة من الذين تم دعوتهم في تلك الفترة للحضور في نفس القاعة التي استقبلنا فيها صاحب الجلالة. كنت طبعا طالب في جامعة السلطان قابوس في مرحلة البكالوريوس، وأتذكر حقيقة كلماته في ذلك الوقت، كانت كلمات حقيقة مؤثرة بشكل كبير. كان يخاطب في البداية مستويات مختلفة، كان يخاطب الأكاديمي وكان يخاطب الطالب، وكان أيضا يلقي كلمة لمواطنيه في مختلف يعني ربوع الدولة. تحدث حقيقة في ذلك الوقت عن الدور الذي تمثله الجامعة، ومنذ ذلك الوقت وأنا أستشعر حقيقة كلماته، وعندما قال حقيقة أنه نفتخر ونفاخر بجامعة السلطان قابوس، فهذه الكلمات حقيقة كان لها صدى كبير في أنفسنا في ذلك الوقت كطلبة، وأيضا عندما قدر لنا أن نعمل في هذه المؤسسة ظلت حاضرة هذه الكلمات خلال فترات عملنا. وأيضا حقيقة كان ذلك اللقاء لقاء مؤثر، حتى من خلال يعني بعض التوجهات التي تحدث عنها المغفور له، عندما قال مثلا علينا أن نقرأ التاريخ قراءة نقدية، قراءة تفحصية، وبالتالي علينا أن ننظر للجانب الآخر من كل شيء نقراه بعين يعني متفحصة، بعين ناقدة. إحنا هذا الأمر وإن كان ذكر التاريخ بشكل دقيق، وإنما بعد ذلك حقيقة انعكس على كل المجالات. علينا أن تكون لدينا يعني نظرة دقيقة جدا، نظرة نقدية في تقبلنا للأمور، في تفحصنا لكثير من قضايا المجتمع. ذلك المشهد حقيقة ما زال حاضر في أذهاننا، أيضا لأن صاحب الجلالة تحدث عن أمور تتعلق أيضا بالتنمية وأمور تتعلق بالاقتصاد، وكانت حقيقة رؤية عميقة يعني منفتحة على كثير من مجال وعلى كثير من موضوع. وكلماته حقيقة أنارت الدرب لكثير من حضروا ذلك اللقاء، وكان تلك الكلمة حقيقة صداها ما زال باقي حتى يومنا. تتشكل جامعة السلطان قابوس اليوم من 9 كليات، 5 كليات منها في العلوم التطبيقية، كلية الطب وكلية الزراعة وكلية الهندسة، كلية العلوم وكلية التمريض، و4 كليات منها في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ككلية الآداب وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الحقوق وكلية التربية.
هذه حقيقة الكليات تشمل مجموعة كبيرة جدا جدا من التخصصات. هذه التخصصات حقيقة تستجيب استجابة مباشرة إلى احتياجات الدولة من مختلف القطاعات، وأيضا هي حقيقة متوائمة مع تطلعات التنمية المستدامة. مع أيضا نقطة لابد من ذكرها، أنه أيضا الجامعة تهتم بشكل كبير بالعلوم الإبداعية، بالأدب. لدينا أيضا حقيقة قسم للموسيقى، قسم للأدب سواء الأدب باللغة العربية أو حتى الأدب الإنجليزي، وأيضا لدينا اهتمام كبير بتعليم اللغات. فهذا أيضا قطاع، يعني قطاع التخصصات الإبداعية أيضا يوجد اهتمام كبير بها في جامعة سلطان قابوس. حقيقة من مرتكزات النهضة المباركة اليوم اللي أيضا تشرف الجامعة بأنه يكون مكونا من مكوناتها أو جزءا من هذا الصرح العلمي، هو مستشفى جامعة السلطان قابوس. وهذا المستشفى هو مستشفى حقيقة يعني يعمل في اتجاهين، هو مستشفى تعليمي مرتبط ارتباطا يعني مباشرا بكلية الطب والعلوم الصحية، ومرتبط أيضا ارتباطا مباشرا بكلية التمريض، على اعتبار أنه هو الحقل الذي يتدرب ويتعلم فيه الطلبة المنتسبين للعلوم الصحية في الجامعة. في نفس الوقت هناك اتجاه كبير كما تعلمون أنه هو حقيقة يعني يقوم بواجب كبير على مستوى السلطنة في تقديم الخدمات الصحية لكافة أبناء الوطن، وهو حقيقة يعني متكامل من كافة أيضا التخصصات، ومتكامل من حيث البنية والتقنيات التي حقيقة يعني يشتمل عليها. وهناك إنجازات عديدة حققها مستشفى جامعة السلطان قابوس خلال العقود الثلاثة الماضية. لعلني بعد ذلك أتحدث حقيقة عن الاستراتيجية التي تتبناها جامعة السلطان قابوس في الوقت الحاضر. جامعة السلطان قابوس كغيرها من المؤسسات حقيقة تتوافق بشكل كبير مع استراتيجية الدولة عمان 2040، وبنت حقيقة استراتيجيتها بشكل واضح ودقيق. في الوقت الحاضر يعني إدارة الجامعة وكلياتها أيضا تركز على مجموعة من المحاور. أهم هذه المحاور اللي هو نقل الجامعة لأن تكون جامعة بحثية، نقصد بالجامعة البحثية أن لا تهتم فقط بقطاع التدريس، وإنما أيضا تهتم بقطاع البحث العلمي وإنتاج البحث العلمي ورفد الدولة باستشارات في قطاع البحث العلمي. أيضا الجامعة الآن تتوجه بشكل كبير حقيقة في تقييم مخرجاتها يعني تقييم الكفاءة، تقييم يعني المكتسبات التي تحقق. الجامعة كغيرها من المؤسسات حقيقة تتبنى الآن استراتيجية واضحة تحدد عمل الجامعة في الوقت الحاضر والمستقبل، وهذه الاستراتيجية حقيقة تم تطويرها بعناية كبيرة، ويعني أسهمت كفاءات عالية جدا جدا في كتابة استراتيجية جامعة السلطان قابوس. واليوم تجد أنه كافة وحدات الجامعة حقيقة معنية بتنفيذ هذه الخطة.
أهم المؤشرات اللي ممكن نذكرها في استراتيجية جامعة السلطان قابوس؟ أولا حقيقة تطلع الجامعة لأن تكون جامعة بحثية، ونقصد بالجامعة البحثية أن تهتم بقطاع التدريس وقطاع البحث العلمي بنفس المستوى، بحيث أنه يكون هناك يعني في البداية اهتمام أكبر بقطاع البحث العلمي، تمويل أكبر، وأيضا تقديم استشارات بحثية أكبر للمجتمع، مع بقاء الاهتمام أيضا فيما يتعلق بالتدريس على مستوى المرحلة الجامعية، لكن على أن يكون هناك حقيقة اهتمام أكبر بالدراسة العليا، سواء كان على مستوى الماجستير أو الدكتوراه. وهذا الاهتمام يتبلور في اتجاهين: الاتجاه الأول حقيقة فتح برامج دراسات عليا أكثر، والتجويد هذه البرامج. يعني الأمر الآخر الذي أذكره أنه القضية ليست دائما مرتبطة بالكم، وإنما أيضا بالجودة. فجامعة السلطان قابوس تتحرى قضية الجودة بشكل كبير. المحور الثاني المهم اللي هو تقييم المخرجات، وتقييم المخرجات هذا الأمر تنشط فيه الجامعة في الوقت الحاضر عن طريق إدارتها ومختلف الوحدات الموجودة فيها. تقييم المخرجات، تقييم الكفاءة، تقييم المكتسبات التي تحققت حقيقة، المكتسبات أقصد العلمية والفكرية والمهارات التي تم اكتسابها خلال فترة الدراسة بجامعة سلطان قابوس، لابد أنها تخضع للتقييم، لأنه عندما تخضع للتقييم تتيح لك الفرصة للتطوير بشكل مستمر. الجامعة أيضا لديها توجه بشكل كبير أنها تقدم خدمات أوسع وأكبر للمجتمع عن طريق طبعا مراكزها الخدمية، تكون تتفاعل بشكل أكبر مع المجتمع، ليس فقط من خلال تقديم استشارات بحثية، وإنما حتى من خلال برامج التدريب التي تقدمها الجامعة، أو حتى من خلال يعني الفرق العمل التي يكون منها أعضاء من أعضاء هيئة التدريس أو الكفاءات الجامعة، أن تقدم خدمات حقيقة إلى مختلف وحدات الدولة. وهذا ما يحصل بالفعل، حيث أنه الكثير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس هم أيضا أعضاء في فرق صياغة الاستراتيجية في مختلف وحدات الدولة. أيضا من المحاور المهمة أنه هناك مراجعة حقيقة شاملة لوحدات جامعة السلطان قابوس والأدوار التي تقدمها. هذه المراجعة في كثير من الأحيان تهدف إلى رفع الكفاءة ورفع الإنتاجية، وحتى نكون يعني على مسؤولية أكبر من خلال يعني التوجهات التي أيضا أعلن عنها المقام السامي السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، بأنه يعني رفع الكفاءة ورفع الإنتاجية والجودة في العمل هي أحد أيضا مكونات النهضة المتجددة في السلطنة، وبالتالي أيضا الجامعة تمشي على هذا الاتجاه في تجويد أعمالها وتجويد مختلف أنشطتها. هذه حقيقة أبرز المحاور التي ستعمل عليها جامعة السلطان قابوس في الوقت الحاضر والمستقبل بإذن الله. فيما يتعلق بحفل التخرج، دائما حقيقة نعتبر هذا اليوم هو يوم مميز ويوم تاريخي في جامعة السلطان قابوس، وهو حقيقة يعني حدث يتكرر كل عام.
الأهمية التي يكتسبها هذا اليوم حقيقة كانت نابعة بشكل كبير من اهتمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بهذا اليوم، وأراد أن يكون هذا اليوم مميزا، ليس مميزا فقط لمن يكون خريجا في ذلك اليوم، وإنما يكون مميزا لعمان وتحتفل به عمان. فشرفت الجامعة حقيقة بأن تكون بعض حفلات التخرج تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة طيب الله ثراه، وأيضا حفلات التخرج كانت بشكل دائم حقيقة، كانت تحت إشرافه المباشر، وكان من يرعى حفلة التخرج هو ممثل للسلطان، وأيضا يعني كان حفل التخرج يحظى بوقع خاص، وكانت لديه يعني هذا الحفل وهذا اليوم هيبته المعروفة، وكان حرص كبير بأنه ينقل مباشرة لكل العمانيين والكل يتابع هذا الحفل البهيج الذي هو حقيقة خلاصة لنتاج يعني وجد واجتهاد وتجربة خاضها الطلبة الذين هم أبناء هذا الوطن، وكأنها أيضا رسالة توجه لهم بأنه انتهت مرحلة، وهناك مرحلة لا تقل أهمية قادمة، وهي المساهمة في بناء الوطن، المساهمة في التنمية، يعني أن تعكس أيضا المهارات والمعارف التي اكتسبتموها فيما يخدم الوطن وفيما يخدم الدولة.